يعني زينب، محطاتنا اليوم عديدة ومتنوعة، بلشنا بالفلك وهلا كمان رحلتنا الصباحية رح نروح فيها مع مفهوم إنساني بيتربع على مساحة كبيرة من عرش علاقاتنا الإنسانية. الصداقة، مين هن الأصدقاء وأنواع الأصدقاء والفروقات، ومين من الأصدقاء يلي بيتغير ومين يلي بيضل مثل ما هو ما بيتغير. أسئلة أكيد رح تجاوبنا عليها ضيفتنا الدائمة مريم العيسى، خبيرة تدريب مهارات حياتية. صباح الخير مريم، صباح أهلا النور وسهلا. حبيبتي، صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا مريم. صباح النور. يعني عم نحكي عن موضوع يمكن كلنا كنا نتغنى ونهدي رفقاتنا أقوال نتغنى فيها، عن الصداقة، قديش الصديق بيكون وقت الضيق وغيرها من الأقوال، لكن خلينا نعرف المعنى الحقيقي للصداقة بالبداية. معنى الصديق بنعرفه ولا بنحكي عن شوفي اللي لك نحكي شغله عنه. بالعربي مثل ما بيقولوا، خلينا نحكي الاشخاص اللي بيتلقوكي دائما او اللي بيسندوكي او بيدعموكي بعيد عن الدائره الاولى، بعيد عن الاسره، هن الاصدقاء. لما بدنا نحكي عن هذا الموضوع مثل ما حكيتي بالمقدمه، انه في مفهوم من اول ما بيربى الولد، من اول ما ببلش، اذا كان عنده اي مشكله بيقول لك حطه مع اقرانه، حطه مع صحيح. ناس قريبه منه، صحيح. حطه مع، بده يلعب مع اطفال، بده يلعب مع، يعني اذا انا من اول ما ببلش الطفل بده ينفصل عن امه فلازم يكون له قرين وله صديق، يعني يكون ملازم له او مجموعه من الاقران لانه بيتعلم منهم. فنحن بنتعلم منهم، بيسندونا وبنسندهم، بيدعمونا وبندعمهم. ودائما بقول لهم انه حتى تعرف الصديق الحقيقي هو دائما، خليني اقول لك بلشت فيه، انه بيتلقاك بمعنى بيسندك، بمعنى انه انا لما بوقع في شيء واقف معي. يعني هي شغله. شغله اولى بدراسه قرات عنها من فتره بسيطه كثير، انه ظلت هي الدراسه استمرت اجيال ما يقارب ال 75 سنه، فكانوا عم بيتابعوا مجموعه من الاسر على مدار هي ال 75 سنه، فهن كانوا اجيال، يعني اولاد واباء واجداد. فعملوا هي الدراسه قاصدين انه بدهم يبحثوا عن معنى السعاده او الشيء اللي بيشكل السعاده للانسان. طلعوا بالحصيله، طبعا طبعا الناس بتختلف بفترات الاجيال هي، بتختلف باعمارها، بتختلف بقيمها. فوصلوا بالحصيله انه هن اللي كان عندهم اصدقاء داعمين ومساندين خلال فتره حياتهم، واللي شكلوا هي خليني اقول ذروه من السعاده. نعم. انه انا، انت مين، عن شو اللي بيشكل لك الاصدقاء؟ صحيح. شو اللي بيشكل لك السند؟ فموضوع ما فينا ننفصل عنه ولا ينفصل صحيح. عنا. يعني يعني مريم، خلينا ايضا نحكي هيك باريحيه، وقد نحن بنشوف كلمه صداقه هي من الصدق، كنت اسال اهلي شو يعني صديقي؟ يعني صادق معك، يعني بيسندك، يعني وقت تكوني انت متضايقه بيكون هو حدك. مع تطور التكنولوجيا، مع الوقت اللي وصلنا له، تغير كثير مفهوم الصداقه. هلا وقت تشوف انا امي ورفقاتها غير وقت تكون انا ورفقاتي، يعني كمان العلاقات كانت غير، كانت حميميه اكثر، كانت صادقه اكثر. هلا ما فينا نعتبر كل صديق، احيانا بمر عليك عالم ولا العظيم مرور كرام وبتعتبر حالها اصدقائك، وقت الشده انت ما بتلاقيهم. يعني خلينا نوضح هذه الفكره للكل. شوفي حبيبتي، الفكرة انه اول شيء الاصدقاء مين هن، يعني اذا بدنا نصنف، خلينا نصنف شوي الاصدقاء. اذا بدك تشوفي صديق اليوم، اللي انت عم تقولي تغير الوضع، تغير الوضع بسبب كثرة الخيارات. يعني انا صار عندي الاشياء متاحة، انا اليوم على الفيسبوك، على وسائل التواصل الاجتماعي، عندي متاح اني انا يكون عندي صداقات كتير. بس انا لما بدي اجي بقى اختبر بهي الصداقة، هم بيبين معي مين هن. يعني انا الكثرة لا تعني الجودة، لا تعني النوعية، لا تعني يعني احيانا انت. وبعدين في ناس هون، انا بدي اوجه شغلة هون كتير مهمة، كتير بسمع من اصدقاء او زملاء او معارف الي انه احنا ما بنعرف حدا، احنا ما عنا اصدقاء، احنا ما وحيدين، نحن دائما عندهم مفهوم انه لازم يكون في عندي عدد معين من الاصدقاء، وكتير هذا العدد لحتى بقول انه انا عندي اصدقاء. اول شيء الاصدقاء، الدائرة الاولى من الاصدقاء القريبة كتير، هي لازم تكون اثنين وثلاثة كتير، هن هدول القراب الملازمين اللي هن انا وياهم. يعني ايه طبعا، ليش انا قلت لك؟ لانه هي القصه كثير حنحكى فيها، انه انا ما عندي اصدقاء، عندي اثنين. هو صحيا يكون اثنين هذول المقربين كثير والداعمين والمساندين، لانه انا اساسا ما فيني انفتح على اكثر من اثنين، وما فيني انا اتحمل اكثر من طاقه اثنين. تمام. شغله ثالثه، انا لما شعب بقى، انت خلص بدي صنف هن دوائر معارف، علاقات عامه، و و و بخدموني بشغلي، بخدموني، لكن نحن خلينا بدائره الصداقه. هي شغله. شغله ثانيه الاصدقاء، الشخص اللي، خليني اقول لك الصداقات اللي غير نافعه او غير مجديه، الاشخاص اللي هن هدول، الصديق اللي دائما بتروح لعنده بتلاقيه
بيشتكي، بيتدمر، حزين، زعلان، هذا بيسحب منك دائما طاقة، بيسحب منك دائما جهد، بيسحب منك دائما. أنا لما براقب نفسي وبلاقي حالي عندي، أنا دائما بوجه الكلام الآلي شخصيا، إذا أنا كنت هذا الصديق اللي هو دائما زعلان ودائما بيشتكي بدي انتبه لهذا الموضوع، وإذا كان في عندي 2 أو 3 من هذول الأصدقاء فأنا بدي حاول قلل أو بعد أو لاقي حلول إني أنا ما صنفهم أصدقاء. الشخص الثرثار بمعنى اللي هو ما بيقدر، ما عنده التقدير، لأنه أنا بالمقابل أنا لما بدي أجي أحكي لك هلأ مين الصديق الداعم فبدي أقول لك الصديق المقدر. أما الصديق الثرثار الغير مقدر اللي ما اللي بيمزح على طول، اللي ما عنده كنترول، اللي ما عنده، فكمان هذا الشخص أنا ما بدي أقول لك استبعدي، لكن تصنيف يعني أنا ما بروح بحطه بالدائرة الأولى، هذا يصنف بدائرة تانية أبعد شوي. يعني الكلام عم حاول لمح وقرب لك انه انا مين الاصدقاء اللي انا بدي حافظ عليهم ببيئتي وخليهم قراب مني وليش. الاشخاص على الضفه الاخرى مثل ما طبعا كمان في عدد كثير منهم الاشخاص مثل ما حكينا اللي غير مقدر، واللي اللي خليني اقول الفاشل واللي بيجرك للفشل، اللي بيغار، اللي يعني بدي روح على الضفه الثانيه اللي هنا موضوع الاصدقاء الداعمين. هو الصديق اللي انا بقول لهم دائما لاقوا بيئه امنه، بيئة أمنة بمعنى أنا لما بروح بيئة محبة، بيئة بيدعموني، بيئة بيوجهوني يعني بيضولي. دائما الصديق أنت بتروحي لعند حدا بتكوني مزعوجة أو منفعلة، أو راقبي الموضوع إذا أنا رحت لمكان كنت منفعلة انفعلت أكثر فهذا مو المكان المناسب. الصديق دائما بيستوعب وبيهديني وبينور لي طريقي، لأنه أنا بكون بحالة الغضب أو بحالة الانفعال خلص نحن بنقول إنه بطلنا نشوف، ما عاد نسمع، ما عاد نستوعب شو اللي عم بيصير. فأنا بدي المتلقي اللي قدامي يستوعب حالتي، واحد يوجه لي صح، لأنه أنا ودائما بدها تكون من دافع حب. فهذا هو الصديق اللي هو باختصار بيئة آمنة، أنا أعرف أنه أنا مأمن بهذا الشخص. دائما مريم بيقولوا أنه المواقف هي بتعلم أكثر من صحيح. الأقوال مثل ما بيقولوا، يعني ياما بنلاقي أنه في صداقة أنه معك أنا كذا، لكن عند المواقف الحاسمة ما في شيء. اليوم كيف فينا نحن نفرق بين الصديق الحقيقي والأصدقاء اللي في بيناتنا مسافة أمان مثل ما بيقولوا أو مسافة بعد، حتى نحافظ على الحدود الدنيا من هي العلاقة؟ يا بدي يكون عندي بعد نظر، يا بدي اختبر بالمواقف، يعني يصير عندي مواقف ويتم اختباري واختبار هدول الأشخاص فبيسقطوا لحالهم، يا أما بدي يكون عندي بعد نظر. أنا مواقف قاسية يعني أحيانا، يعني قاسية بس بتعلم. يعني أنا قلت لك في خيارين، إنه أنا يا بدي يكون عندي بعد نظر وعندي قراءة جيدة للأشخاص اللي قدامي، عندي معرفة ووعي، ودائما بقول لهم ما في شيء فجأة، كل شيء فيه له مقدمات، ما في بعد فجأة، ما في قرب فجأة، كله له مقدمات، لكن نحن بدنا نكون مراقبين. يعني أنا بعرف وبلاحظ الأشخاص اللي قدامي، ما في داعي أنا مثل ما قلتي يكون موقف كتير قاسي وقع لحتى يبين معي شخص، كتير بيبين معنا. لهيك ننتبه حتى للفرص اللي بنعطيها للأشخاص. يعني أنا أشخاص ما بيكونوا مختبرتهم، أو ما في داعي أني أحط العالم باختبارات لأنه أنا ما مستعدة أنحط باختبارات، لكن ما في داعي أنا أخوض معارك لحتى أعرف هذا الشخص. المفروض يكون عندي الوعي الكافي أني أنا أعرف الأشخاص من كلامهم، من أسلوبهم، من تلقيهم، من الكلام، من حوار الشخص بيبين معك. إذا أنت بعد الاختبار لازم يكون ثقيل، يعني ممكن يكون عياره خفيف أني أنا أحكي موقف قدام هذا الشخص، أحكي عدة مواقف، شوف رأيه، وجهات نظره بتدل مين هذا الشخص. خاصة لا يمكن مريم المصلحة أكثر شيء عم هيك تكون موجودة بين أي أشخاص، يعني دائما في مصلحة، خلصت المصلحة ما عاد في صداقة، فهي أكثر شيء شائع بالمجتمع وفي خلل يعني. تمام، شوفي حبيبي لقول لك شغلة كتير مهمة، هي المصلحة حتى بين الأصدقاء الحقيقيين قائمة. يعني أنا شو مصلح؟ أنا مجرد المشاعر، أنا لما بقول أنا بدي بيئة داعمة فأنا شو بدي؟ ما هي مفهوم المصلحة شوي العالم بتسلبه، بتخليه سلبي، هو ما له سلبي. أنا مع أمي لي مصلحة وأمي إلى معي مصلحة، مع كل الناس إلنا مصالح نحن، فالمصلحة لكن المصلحة الإيجابية، يعني أنا بدي منك شيء وأنت بدك مني شيء، في أخذ وتلقي، يعني هو بيختل الميزان. ليكي أي بأي مكان بأي موقف بأي حدث بأي ظرف مع أي ناس باخذ أكثر ما أعطي، في خلل بيصير بالميزان فبيصير في خلل بالعلاقة، فأنا باخذ وبعطي وبالتالي هي اسمها مصلحة. صحيح. يعني خلاصة حديثك يا مريم فينا نستنتج إنه خلي دائرتنا بالأمان
ما كتير نفتح هيدي الدائرة، لأنه متى ما فتحنا هالدائرة ممكن يفوت يعني يختلط أحيانا. صحيح. وحتى نحن رح نضيع. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا وعدول المعلومات اللي قدمت لنا ياهن، وكما بنقول الصداقة هو مفهوم جدا سامي، وهو الملجأ وهو الأمان وهو الحضن أحيانا اللي بيكون الدافئ. شكرا لك حبيبتي. شكرا لك يا مريم، وان شاء الله هيك عن جد الصداقه الحقيقيه تكون موجوده والناس تلمسها، لانه ما في احلى من الصديق بحياتنا. شكرا لك مريم.